من مكة المكرمة معي عبد الله معروف نائب مدير اتحاد الروهينجا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الله. نتحدث عن تفاقم الأزمة ومأساة الروهينجا في الفترة الفائتة، ولا نتحدث عن أي خطوات إيجابية، هل ثمت ما لا نعرفه؟ نعم، حقيقة ما يحصل الآن حاليا لإخواننا الروهينجا في أرض أراكان ببورما شيء مؤسف ووصفة عار في جميع المجتمع الدولي، حيث أن الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الأقلية ليست بالحادثة الجديدة. هناك 7 عقود من المأساة نتحدث عنها، تجدد المأساة منذ 2012 وتجددها بصور ممنهجة خاصة في هذه الفترة أمام أنظار العالم، ورغم صدور جميع التقارير والبيانات التي صدرت وكلها تدير حكومة ميانمار على هذه الانتهاكات الجسيمة، إلى الآن لم نرى هناك شيئا ملموسا يعني ايجابيا على ارض الواقع. نحن نتحدث الان عن الاف الاسر التي تم تدمير منازلها وحرقها، الى الان نحن نتحدث وتاتينا الصور تباعا كل دقيقه وكل ثانيه والاتصالات من الداخل، والى الان هناك اسر محتجزه بين قرى محترقه لم يستطع يصل اليهم احد، جثث محترقه ورؤوس مقطعه الى الان لم تدفن. فنحن نتحدث عن ماساه يعني حقيقه. طيب كاتحاد روهينجي سيد عبد الله، ما الذي يمكن ان تفعلوه بهذا الاطار؟ مع من تنسقون؟ نعم، اتحاد الروهينجي هذا الاتحاد تم انشاؤه في منظمه التعاون الاسلامي، وتم تكوين هناك دول من 11 دوله تقريبا تسمى دول فريق الاتصال مع ميانمار من اجل الروهينجيا. نحن حقيقه نتمنى ونتطلع من هذه الدول ال 11 ومن المملكه العربيه السعوديه وتركيا وبنغلاديش ومصر والامارات وغيرها من الدول، نتمنى منها يعني حقيقه يعني تكثف من جهودها هذه الفتره. بالامس القريب دعت يعني حكومه المملكه العربيه السعوديه الى جلسه في مجلس الامن ودعت الى اصدار قرار مشروع تدين ميانمار. نحن كل القرارات وكل بيانات الامور هذه كلها والسبل السياسيه اتخذناها، بقيت هناك يعني امور ينبغي ان تترجم على ارض الواقع، امور ملموسه. نحن نتحدث عن الان مأساة إنسانية وكارثة على حدود بنغلاديش. تتابعون أيضا موضوع بنغلاديش، صحيح، موضوع طبعا الوجهة التي يتجه إليها هؤلاء الفارين، على الأقل تتابعون وضعهم هناك؟ نعم، نحن نتابع وضعهم هناك الآن عن كثب، وكل مخيم المخيمات الموجودة السابقة في بنغلاديش مثل كوتفرنج وكوكسوسر وهذه المناطق، كما عدد الذين لجأوا إليهم، وعندنا احصائيات يعني شبه دقيقه عن الناس الذين نزحوا والاحتياجات. نتمنى حقيقه المنظمات الانسانيه ان تصل الى تلك المناطق الحدوديه لاغاثه اللاجئين. نحن نتحدث الان عن اكثر من 5000 طفل دون سن الخامسه وصلوا الى تلك المناطق، يعني لا يجدون يعني حليب الاطفال. نتحدث عن اقل المقومات التي تعيشهم حقيقه وتبقيهم على قيد الحياه. في بموضوع الأسباب، يعني مأساة الروهينجا ليست بجديدة على الإطلاق، ولكن تفاقمت بشكل ملحوظ جدا في الآونة الأخيرة، لماذا؟ وربما من هنا يعني نقف أكثر على موضوع كيفية حل أو مساعدة هؤلاء بأقل الممكن، يعني على الأقل. نعم، الأزمة وصورها حقيقة ليست بالجديدة، هي أزمة قديمة، ولكن عدسة الإعلام كانت بعيدة كل البعد عن تسليط الضوء على هذه المأساة. منذ 2012 يعني هناك حراك كبير جدا خاصة من أبناء الروهينجيا في دول المهجر وخاصة في المملكة العربية السعودية، وقاموا بحملة إعلامية للتعريف بالقضية. القضية حظيت باهتمامات دولية، أنا أتحدث الآن عن قضية محتضنة دوليا يعني حاضرة دائما في طاولة المجتمع الدولي، والقرارات صدرت وآخرها قبل شهرين الأمم المتحدة يعني كونت لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، وهناك مقرر خاص للأمم المتحدة في داخل ميانمار وتأتي تباعا. تم تسليط الضوء عن كثب في الفترة الأخيرة للقضية هذه، وخاصة بعد ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه لقيمة استثنائية في عام 2012، ودعا الدول الإسلامية للتعريف وتسليط الضوء على هذه القضية البنسية، وتم التعريف منذ ذلك الحين والقضية حاضرة، ولكن ليس هناك شيء ملموس نستطيع يعني أن نستبشر به في أرض الواقع.
الجوع، المرض، يعني الحريات في التنقل، الاعتقالات التعسفية، التصفيات بلا محاكمات، التهجير القسري، الرقم الأول في المجاعة، الرقم الأول في انتهاكات حقوق الإنسان، المرأة، الطفل، كل ما تعنيه هذه الانتهاكات. نحن نعيش في عصور وسطى، نعيش في عصور مظلمة، كأننا لا نعيش في عصر الديمقراطيات ولا عصر الحريات. الواقع جدا مأساة، يعني حقيقة لا نستطيع أن نصف الواقع، لأن نحن تبلدت حقيقة وجفت دموعنا من كثر ما نشاهد، نصرخ، نبلغ الصوت لمن، ولكن ما لهم إلا الله. أنا أشكرك جزيلا. نحن دائما في تلفزيون الآن ومنذ فترة طويلة نتحدث عن موضوع مأساة روهينجا هذا، ونتابع معكم دائما تداعيات وتطورات هذا الموضوع. من مكة المكرمة سيد عبد الله معروف نائب مدير الاتحاد الروهينجي، شكرا.